يحتوي على 6 ديال الشعب. الشعبة ديال الحلاقة وهي شعبة جديدة، يلا عندنا فيها 16 رائدة، وعندنا شعبة الخياطة البلدية، وشعبة ديال الخياطة العصرية، وعندنا شعبة ديال الطبخ والإعلاميات وجميع فنون ديال التطريز، يعني جميع الطرز البلدي والطرز العصري والنسيج مختلف أنواعه، الكروشي مختلف أنواعه، يعني هو شامل وكامل. دعوتي أنا لكل عرائش هي تطرح تلتحق بنا، وكل مغربية اللي ساكنة وعاطينا في العرايج مرحبا بها تلتحق بالمركز عبد الخالق طرش باش تطيب ما يرضيها فيه، باش تكون أحسن وحدة في دارها بست المسائل. أختي سميسة، هذه المؤسسة ديال عبد الخالق طرش هي يعني الاختصاص ديالها هو تعليم الفتيات فن الطهاقس والخياطة وجميع ما يدخل في إطار الرياضة. عندنا رياضة الأطفال، تربية الأطفال، عندنا محاربة الأمية. نعم. يعني هي كل ما كيتعلق بالمرأة والفنون ديالها. نعم. وفن الطبخ ديالها وفن التطعيم ديالها حنايا موجودين باش نكونوا في هذا الميدان. يعني كل حاجه كتعلق بالمراه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي ما تصيبش في عبد الخالق طرش. وهذا الاسبوع جات العاده هي جات العاده كتبقى عندنا حفله ختاميه في يونيو. في يونيو نعم. وحكم ان رمضان على الابواب فاحنا حاولنا نصبقوا الحفل ديالنا وهادي باش يتفرغوا النساء رمضان والصيام والصلاه نعم. فهو صلاه هو شهر العباده. نعم. واختي سويسه كنتمنوا لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني واحد التوفيق في العمل ديالكم وواحد المسيره موفقه ورمضان كريم ان شاء الله.